يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول خطاب له أمام الكونغرس الأمريكي الذي يهيمن عليه أنصاره الجمهوريون. فكيف سيتجاوب الديمقراطيون مع كلمات زعيم أهل اليمين في واشنطن؟ هنا مبنى الكابيتال أكمل زينته لخطاب قاطن البيت الأبيض الذي وعد أمريكا بأن يقدم خطابا من القلب. كل ما يمكن أن أتعهد به أتحدث للناس من القلب عما أود عمله. أمريكا من أقصاها إلى أقصاها تبحث عن فحوى خطاب القلب هذا، وذات التساؤل طفى على سطح الاهتمام الدولي، خصوصا سؤال كيف ستكون السياسة الخارجية والدفاعية للولايات المتحدة في زمن ترامب. مشروع زيادة الموازنة الدفاعية سيترجم باقتطاعات كبرى في البرامج التي تستفيد منها الطبقة الوسطى وتحمي المستهلكين في وول ستريت. أمريكا المنقسمة بين أهل اليمين المستحوذ على الكونغرس والبيت الأبيض وتيارات ليبرالية تبدو ناقمة على كل شيء، يبدو أن كلمات الرئيس لن تكون كافية لتجسير الهوة بين مكوناتها، ولكن يبقى على الجميع انتظار الصبح. أليس الصبح بقريب؟ ينضم إلينا من أوستن بروفيسور جيفري أديكوت، مدير مركز تشريعات قوانين الإرهاب في كلية القانون بجامعة سانت ميري. أهلا بك معنا بروفيسور. في البداية بروفيسور، على غرار الرؤساء السابقين في الفترة نفسها من السنة، يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمته في الكابيتول بحضور النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والوزراء وقضاة المحكمة العليا وغيرهم من المسؤولين الأمريكيين. ما هي رمزية هذا الخطاب بروفيسور؟ إنه خطاب سنوي يلقيه الرئيس أمام مجلسي الكونغرس، وعادة هو يتطرق لحالة الاتحاد، أين هي البلاد وأين تتجه. بالطبع الرئيس ترامب كان في منصبه منذ 5 أسابيع الآن، وأعتقد أنه سيحدد رؤيته لما يريد عمله في السنوات الأربع القادمة. طيب سيد أديكوت، يعني من أبرز الخلافات ملفات تشريعات الرعاية الصحية، لماذا يبدو هذا الملف عصيا ومعقدا للغاية؟ أولا أعتقد أن الرئيس ترامب في رأيي ليس رجل قادر على التواصل. هذه إحدى الأشياء التي يجب أن يتذكرها الناس عندما يستمعون إلى خطابي. هو يريد التطرق إلى الرعاية الصحية، وهو موضوع معقد جدا، وهناك الكثير على أجندته يريد تحقيقها. بالطبع هذا الموضوع يحتاج إلى إصلاح في ظل النظام الحالي وما يسمى بأوباما كير. هذا النظام يريد إلغاءه، ولكن يجب استبداله بشيء أكثر نجاعة وفاعلية. بروفيسور، البعض يرجح زيادة الانقسام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال المفاوضات حول موازنة العام 2018. ما هي صلاحيات الرئيس في مواجهة إبطاء أو عرقلة بعض الإصلاحات التي بشر بها أمريكا؟ كل السياسيين يقطعون وعودا على أنفسهم، ولكن هذا يعتمد على نمو الاقتصاد، هكذا تحصل على مداخيل للحكومة. عندما يتحرك الاقتصاد يستطيع أن يفعل كل ما يريده، تنشيط الرعاية الصحية، بناء جدار على الحدود الجنوبية، زيادة حجم الجيش. المال يجب أن يأتي من مكان ما، ورؤيته هي نمو الاقتصاد حتى يزيد الضرائب. هو يريد تطوير ميزانية تعكس الواقع، واقع ما يريد عمله، وهذا ليس بالسهل. طيب سيد أديكوت، يعني البيت الأبيض أعلن أن كلمة ترامب ستركز على تجديد الروح الأمريكية. ما رأيكم أو ما هي برأيكم أبرز التحديات التي تواجه واشنطن اليوم؟
أغلبية الشعب الأمريكي، أغلبية الولايات التي انتخبته كرئيس، وشعاره كما نعرف جعل أمريكا عظيمة من جديد وجعلها قوية، ولكنه يرى نفسه كإنسان وطني وليس كإنسان دولي. هو معني أكثر بوضع أمريكا في المقدمة، وأي شيء يفعله هو ضمن رؤية متعددة الأوجه. هو يحب هذا أو لا يحب هذا، هو خاض الانتخابات كإنسان وطني، وفي رأيي يريد أن يضع المصالح الأمريكية أولا كما يراها في أي مفاوضات دولية، سواء خاصة بالتجارة أو أمن الحدود أو تحالفات عسكرية. هذه هي رؤيته. طيب بروفيسور، ماذا عن ملف الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش، خاصة مع اتضاح الرؤية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة البنتاغون لدحر داعش والتنظيمات الإرهابية؟ مرة أخرى، هذا الرئيس بالكاد عين الوزراء في مجلس وزرائه، وهو الآن بدأ في القيام بدراسات وسيحدد ما هي الطريقة المثلى لتحقيق وعوده. هو لا يريد قتل النحل حول مكان أو بيت النحل، يريد أن يتصدى مباشرة للأشياء، هو يريد تدمير العدو في هذه الحالة. في هذه الحالة هو داعش وهو بيت النحل الذي يريد تدميره، وهذا يعود بالنفع على المنطقة وعلى العالم في رأيي. نعم، أشكرك من أوستن بروفيسور جيفري أديكوت، مدير مركز تشريعات قوانين الإرهاب في كلية القانون بجامعة سانت ماري. شكرا جزيلا.